بسم الله. ربنا جعلنا سعداء بمحبتك وزدنا من الدنو منك يا قريب يا مجيب الدعاء. إن صح ظن الداعين الطالبين أن تحقق لهم ما يكون في خدمة سعاداتهم الدنيوية والأخروية. آمين يا عظيم يا كريم. يقول مولانا: بل أو الحسم بل كذبوا بالحق، أي القرآن، وأن الله هو الله الأوحد، وأن الحديث القدسي حق، وأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأن كلامه الذي تفضل الله به وهو جوامع الكلم حق. ما عندنا الشك، احنا ما يهريناش الشك، احنا حمانا الله من كل شك. ولهذا اذا كان فما ناس ثابتين في نواياهم وفي مقاصدهم وفي عهودهم ثابتين، هو نحن أهل الإسلام، الدين الارتضاء والرحمن الديان لكل من الإنس والجان، أي للثقلين، والسلام على من أراد أن يكون من خيرة الثقلين، والحمد لله رب العالمين.